أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في برامج ضيف الهجار. وهذه المرة نستضيف الممثل المنشط التلفزيوني جمال تويجين. وبما أنه أكثر مني تجربة في ميدان التقديم، نترك له أن يقدم نفسه. تفضل أستاذ. حبيبي وصديقي العزيز رمح، أولا قبل كل شيء أنت مدرسة، صدقني أنا أعرفك هذه مدة 30 سنة، بالتواضع نتاعك راح تسكتني. أنت من أروع المنشطين شيخ في نفسك. أولا قبل كل شيء أحيي أصدقائي أينما كانوا، وأحيي قناة الهجار. الهجار ذكرني بحلم هذه مدة بلك 40 أو 50 سنة، وأنا نحلم باش نزور الهجار. اليوم نزور الهجار بطريقة أخرى، قناة الهجار. أتمنى لهذه القناة النجاح الكامل. شكرا. والعمر المديد كما يقولوا. أقدم نفسي، أنا أظن الشباب اللي عندهم أكثر من 30 سنة يعرفوني. أنا كنت منشط تلفزيوني، درت حصص كثيرة، وعملت مدة 15 سنة راديو. كنت نخدم في القناة الأولى، والتلفزيون كانوا عندي حصص صحة شباب في سنوات الجمر. أنا كنت نعمل التلفزيون في سنوات الجمر، سنوات والناس كانت مخبية. ومن بعد نتكلموا على الناس اللي كانوا مخبيين. أنا كنت مناضل ماشي عامل، جيتي ان ميليتون دو لا كوز الجيريان. جالي دون دي زوندروات تري شو، يعني كنت تبحث واش كنت ندير. كنت ندير لي روبورتاج، درت دي روبورتاج وشلف في عين دفله، بني ورتيلان زميلي وصديقي قتلوه. درت ثاني دي روبورتاج انا في الجزائر العاصمه، طرقت الى مواضيع اللي الجزائريين كثير من الصحفيين والاخرين يخافوا يطرقوا لها، مثلا لي فيمير، لي في سيليباتير، لا بروستيتيسيون، لا كوز دو لا بروستيتيسيون، لانجوستيس، يعني ظلم الشعب الجزائري في وقت ما كان الظلم احمر. لازم باش تخدم لازم يكون عندك عمك، خالك، جدك، وليد اختك، جارك، جارتك، الى اخره. وخير دليل بما انك انت راك تعمل تلفزيون، شوف في التلفزه الوطنيه كلهم عائله، الخو، الاخت، الجار، الجاره، وليد البلاد. نقولها ونزيد نعاودها بيستون. انا دخلت التلفزيون افيك ان كونكور، مسابقه، كنا 850 مترشح، خذوا زوج، خذوا جمال طويجين الاستاذ، انا استاذ في الاخر، وخذوا اخرى زميله وقراو اسمها نصيره ولا اخرى، اثنين على 850. بعد ما خدمت 10 سنوات وكاشي كان يعطوني 40,000 ولا 50,000 الكاشي. نهار بداو يريكروتيو قال لك نو لازم تجوز كونكور. وهذا السيد هذا موجود في الحياة، وقراه في وزارة الثقافة. مشيت ليه هذه في الإذاعة. نعم. عبد القادر علمي. نعم. نذكر اسمه. نعم. سي عبد القادر نحييك. مشيت ليه قلت له سي عبد القادر واش هذه المشكلة؟ يعني قلت له كيفاش؟ بعد 10 سنوات وأنا نخدم لاباس عليا، منشط وممثل إلى آخره، واليوم راهم يقولوا لي مسابقة. نو، ميم المسابقة نو. بس كانوا بقدروا قائمة. شكون يديروا المسابقة؟ أنا ما كنتش في القائمة. أمر السيرفيس مش عارف بالعواد في هذاك الوقت ومش عارف، قال له يجوز المسابقة. يعني باش تشوف هذه البلاد هذه حقرة حمراء. تسمع شي جميل نقطع لك في هذا الصدد. مرة تكلمت الصحافة على فيما يخص هذه المسابقات هذه، راهي كارثة في الجزائر. مرة تكلموا في الصحافة على أن داروا مسابقة اللي نجحوا ما كانوش في القائمه. بيان سور يا اخي، هذا يعني ما داروش كامل. بيان سور كارثه. تعرف في البكالوريا معرفه بيستون، كاين ناس ما يجوش البكالوريا يجوزوا في بلاصتهم.
لا اعتقد هذه على بالي بس راك في التعليم على هذيك تقول هذه ما ديش تعليم خلاص ترافيك في كل شيء في كل شيء بلاد ترافيك انا مسؤول على الشيء اللي نقول نعم قلت لك كنا نخدموا الناس ما تخدمش بعد الارهاب كان انسان ما نقولش نقول اسمه بصغير مدير القناه هذه راديو واسمه فتحي اس معروف ما يجيش يجي على 10:30 للاذاعه ويدير القائمه جمال طويجين عبد الباسط بن خليفه كذا ريبورتاج بير خادم في تقصرين في وقت الارهاب بعث لي هما ما يجوش ابا سي محمد طلعوا واحد كذا واحد كذا واحد كذا انا نتيجه العمل ونتيجه النضال هجروني حاوزوني من البلاد اسمع ربح نعم حاوزوني باش يقتلوني بس ربي كبير انا ما قتلونيش جو مي سوي ريانكارني انا عاودت جو مي ريانكارني دون مي زونفون صح بيت في الجنين 6 شهور وانا شاف في الشارع اسمع ربح لا حول ولا قوه الا بالله مشيت للقنصليه ما واش صار قتلوني خاوتي 75 واحد 76 واحد وانا كنت كيش نقولوا جيت مناسي رحت لوتيل كنت عايش في زيرالدا مع جماعه ما قدروش يتصلوا بيا يعني جو باس دو كوكالان نجوز فهمت كنت عايش في لوتيل بما انه ما قدروش يتصلوا بيا راحوا لعائلتي 75 بعد التهديدات رحت لهم ما ساعدونيش على كلها قتلوا لي الاول 76 زادوا قتلوا الدوزيام على لو دوزيام الثاني علاش قتلوه حسين وما سبب لا علاقه لهم بالاعلام لا اللي بالاعلام لا اخر باش ما قدوش يحكموني بما انه قتلوا خويا الاول خويا الصغير حسين الله يرحمه الله يرحمه حوس يفهم يبحث لقينا شكون عرفنا شكون يقتلوا خوتي هما من الحي سيتي دون كارتي رحت اسبوع من بعد ما رحنا شكينا ولا اخره زادوا جا قتلوه رفت الساشي تاعي حكمت الزوجة تاعي حكمت بنتي أمينة ولي فتح وهجرت مشيت لفرنسا وتحصلت على التأشيرة بسهولة؟ ماهيش بسهولة يعني تقدر بسهولة بأني أنا في ذاك الوقت الناس اللي يخدموا في الميديا صحافة ولا آخر كانت شوية سهولة ماهيش كيما درك بصح مشيت كي مشيت جيت ليفري أموا ميم كنت فهمت وحدي ما كاش اللي يعاوني ولا ماشي قلت كيما قلت لك مشيت للقنصليه قال لك حكيت له بحياتي قال لك اذا كان باش نموتوا على الجزائر كاع نموتوا كاع اسمع قال لي نو يفو ريزيستي قلت له ريزيستيت من 75 75 96 قلت له ذاك راح يحطمونا على كل حديقه الحديقه وبعد مره نتلقى وحده الله يكرمك اين هي الحديقه بالضبط في باريس كنت جبل في الاحياء الراقيه انا الحدائق خير الحدائق حتى لا يكون هناك اعتذار يعني انا كنت كاين لي شونزيليزي حديقه لي شونزيليزي والتحت كاين ان بارك ان بيتي بارك قدام مسرح فيه لا سيكوريتي في كذا الاولاد كانوا صغار فاتح صغير وامين صغار يلعبوا على بالك في الشونزيليزي كلاني وناس اخره وانا والمدام انا نقصرت لحقت ماشي عارف نرقد انايا هي تعس ومن بعد انا نفطن يعني كنا نديروا اتور دو رول وفيما يخص الاكل كيف؟ الاكل كنا نشريو في الاول كنا نشريو خبزه وناكلوا فاشكيري ناكلوا فرماج فاشكيري وفي الليل نحسبوا شحال صرفنا اليوم على بالك ولا صرفنا 200,000 ولا 300,000 ما كناش عندناش الفلوس بزاف اما من بعد تلاقيت وحده الله يذكرها بالخير ويسترها عرفتني عرفتني كنت نعملش و يعني بو با ديباسي الاخر لما كنت انا ثم نبات في الحدائق العموميه التلفزه الجزائريه كانت تجوز الحصص تاعي اخ شوف اللحظات اللي ضحك شافني قال لي كيستو في لا راه تيجي احكي دير نبكي حكيت لها قلت لها في مشكل كانت تخدم مع ابي بيير هذا ابي بيير انسان متدين يعاون الفقراء والمساكين حكيت له قصتي دارنا بعد 6 شهور صاب لنا غرفه في لوتيل في الدوزيام اروبيسما عايشين انا وزوجتي وولادي في غرفه واحده وقنا فيها 400 كاري مده سنه كامله بصح
دوك المهم خير من برا خير من برا نعم. زائد نعم. عندي ولادي صغار امينه عندي هذه امينه ربي عايشه تروح الصباح على 7 للمدرسه تدخل على 10 تحليل تقرا وبعد في الليل يعطيو لها دروس يعاونوها بعد سنه ونص ولات سبحان الله العظيم انا اظن ولاد الجزائر يسون توس انتيليجون بعد سنه تفوقت على كل الله يبارك والله العظيم كذا وبعد يديروا لها تنشيط يديروا الانيماسيون بعد الخمسه السته باش الاولاد ما يكرهوش يديروا لهم المسرح يديروا الموسيقى نعم ومينا بدات تدير المسرح نعم بدات المسرح والكمانجا يعني تلعب الفيولون على بالك ثم الولد لونفونس لو كابيتال دو بيي الولد هو راس مال البلد هنا الولاد الجزائر هذوك يقول لك ثاني هذا ويقول هذا لا انا نحب الجزائر ما يقدرش يقول لك هذا حزب فرنسا ولا انا حزب الجزائر بصح نقول في الواقع الولاد نتاعنا هنا مضيعين يخرج من المدرسه ما عنده وين يروح ليه لا يخرج من المدرسه على الربعه يدخل لسونت دو لوازير يسموه لسونت دو لوازير سونت دو لوازير يتعلم الموسيقى يتعلم التمثيل يتعلم الرسم نعم عايشين سي نورمال ينجحوا ولا يروح لابيسين يدير السباحه في الحقيقه سي جمعنا لا يمكن مقارنه دوله متقدمه بدوله متخلفه ماشي مخلع احنا ماشي متخلع علاش الجزائريين ولا كاع ناجحين دوك نرجع لك بعد عام ونص عامين بديت انا بما اننا ممثل ندير دي كاستين نعمل دي كاستين مره رحت ندير كاستين قالوا لي نو زافون بيزوان دون بيتيت في احنا محتاجين طفله صغيره نعم مع صديقتها راحت درت كاستين دخلت لاكبر مسرح في العالم قولها ونعاودها اكبر مسرح في العالم لا كوميدي فرونسيز وكانت الجرائد الفرنسيه كلها تتكلم على امينه امينه لابيتيت جاني لو بو فيزاج دو لا فرانس في هذا السادة فيريتابل فرانس في هذا السادة سي جمال قالوا نهار قالوا الكلام هذا في فرنسا انت غضبت اللي قالوا هذا قالوا البو فيزاج بيان سور نغضب علاش ما يقولوش البو فيزاج قلت هما قالوا هذا هو الوجه الحقيقي لفرنسا انت غضبت قلت كان المفروض يقولوا هذا الوجه الحقيقي الحقيقي للجزائر ميم امينه غضبت قالت بابا شو الجيران و فرونسيز قلت لها بور المومون ما فيتش في فرونسيز يحبوا لي كرا كانوا يكتبوا عليها قلت لك بريمير باج الصفحه الاولى وكان ان اوتر جورنال كان واحد الوقت فيلم اميلي بولان اميلي بولان هذا فيلم نال نجحه عالميه قالوا ابري اميلي بولان امينه وشكون استقبلها جاك لونغ هذا جاك لونغ وزير الثقافه الفرنسيه استقبلها ودار لها شرف بها شرف بالجزائر باسكو في ذاك الوقت كانوا يضربوا شويه الشيت على وفي هذا السدد سي جمال انا سمعت باللي في هذه المده كانت الوزيره نتاع خالده التومي وما كلمتش معها خالده التومي غيوره حساده ما تحبش الجزائريين والجزائريين خالده التومي هي اللي حطمت الجزائر فهمت هي اللي حطمت الثقافه الجزائريه عاونت صحابها انا نقولها ايه عاونت صحابك عاونت صحابها وحبابها وكذا وان شاء الله يعيطوا لها باش تخلص باش نقول لك حاجه السنه نتاع قسنطينه ملايين راحت تلمسان راحت تقسيم الثقافه الاسلاميه ايه والامير عبد القادر مش حاب مليون دولار اعطاتهم لحبابها والى اخره الى غير ظهر الشيء هذا قلت لك تلاقات بما ان في سنت لاني دو لالجيري اون فرانس يعطيك الصحه لاني دو لالجيري عرضوا كاع ليفنتات وكذا شاب خالد الانتليكتويال العالم تاع الجزائري شاب خالد ما من اخره امينه ما كانش وفرنسا على بالهم كل شيء كي شافوا لا ليست دي زانفيتي شافوا قائمه المستدعين ما كانش امينه والله يا الاخر حق ربي غير جاو دو مطار للدار افيك اون انفيتاسيون استدعاء خاص الامينه خالده تومي اللي هي مش تاعها كلها خالده تومي كانت بريمير ايطاج في الكوميدي فرونسيز الا راهي تشوف كان معها واحد نحبوها على كلها ما نذكرش اسمه قاعد قدامها وامينه بالجهه الاخرى والله ما حيدها حنا الجزائريين كي نشوفوا واحد ناجح حطموه يعني حقيقه الحمد لله
الطفله مشات جات هذيك موسيون تري بيان لو باك شافت انا حبيت باش تكمل الشيء اللي ما خطيتش نديرو انا حبيت بنتي ديرو المسرح والسينما. قالت لي بابا المسرح ما يعيش tout ce que tu as vécu j'ai pas envie de le vivre. قالت لي ندير دراسه دار دراسه بعثوها راحت دارت عام ماستر دو وقيلا ماستر ان درتو في فرنسا ماستر دو درتو في مونريال. قالت لي بابا على بالك كان نتكلم معاه كل عشيه. قالت لي يا بابا عندي قريب ثاني هنا في مونريال عمرهم ما قالوا لي واش من جنسيه واش من دين كيل ريليجيون كيل ناسيوناليتي ما يسالوش واش عندك في الراس هذا واش يعطيك الصحه واش عليك واش عندك وعندها باسكو المهنه تاعها ما نقولهاش ربح الدراسه اللي دارتها دراسه ان بو اوت استراتيجي فهمت بعد نقولها لكم ان اوت استراتيجي عندها ليسي باسي عندها ان باس تدخل اي لابوراتوار بدون مشكل. ومن بعد دخلت سي ان ار اس عام هذه في سي ان ار اس باحثه شيرشور غون شيرشور دير محاضرات في كل اماكن العالم غير الجزائر حول ولا قوه الا بالله والله كي منعي راحت حتى الكوستاريكا هذه كوستاريكا راهي قرن الدنيا نعم بور دو جور دوني اون كونفرنس في كوستاريكا هذه امريكا كل لي غراند فيل شيكاغو ولا غير تحاضر وكذا فرنسا كي يقول انا من الناس اللي تاع علم وثقافه نقول لهم هذا البابا ما يهملوش واليوم راهي في داتها الانجليز اليوم راهي شيرشور شافس هي حق نعم في لندن الله يبارك فيك يعني باش تشوف يعني باللي لو مالور دي زان في لو بونور دي زوتر يعني الشيء اللي صار لي هذا هو وانا صح تعذبت وصحابي الجزائريين كيما نتعذبوا مشينا احنا طيحنا بقدرنا بصح تحكم بنت صافي بوتلا بنت ربح خضري بنت جمال طويجين كثير من الاولاد اللي خرجوا منا نجحوا وانا في الجزائر ما تعرفوش بها. سي جمال انا على بالك نكتب روايه عندي عده روايه على بالي قريت لك روايه نعم نحب التفاصيل الدقيقه في إيه؟ عندما كنت انا في مع في الحديقه مع فرد العائله نعم وكيف كنت اتصلت يا ابو ما شو ما بدلتش حاجه لا ما بدلتش نو يا ودي هذيك البلاد يكون يشاهدوا يسبقونا للجنه انا فاهمك كيفاش صح كنا باتوا في الشارع نفهم في الشارع باسكو في الصيف الاولاد حصل عندك انك رحت في الصيف الاولاد يلعبوا مع البرج بالدنيا وكذا الاخير ومن بعد في الليل انا والمدام نقدوا باريتاب بصح لو لوندوم كاين دي دوش كاين دي دوش كاين دي اسوسياسيون علاش قعدنا في الزنقه باسكو رحنا في الصيف كان الكونجي وكنا بدون كنا بلا اوراق كما يقولوا كنا سون بابي لحقنا تمام ما عندناش اوراق ما يقدرش يسكنك في لوتيل ولا حتى وين لحقت وين درت هذيك ازيل تيريتوريال باش نرجع نربح انا ما درتش ازيل بوليتيك اقترحوا لي باش ندير ازيل بوليتيك والله يا ربح ونعرف ناس اللي تعرفوهم اللي معروفين داروا ازيل بوليتيك ويعطيهم 400 فرون وقيلا 480 اورو ماشي اورو في هذاك الوقت كان الفرون ايكيفالون انا ما سبيتش الجزائر لو موند درت لي صفحه كامله في لو موند ما كنتش كلمه مليحه ماشي مليحه على الجزائر بارك الله فيك قلت لهم انا الجزائر بلادي الجزائر ربتني الجزائر قرتني والو عشت مشاكل جامي جو ديغي باللي كيتوكي ولا كذا ولا الارمي الاخرين كاع قطعوا واحد قال لك سي لا سيكيورتي ميليتار كيتو واحد كذا واحد كذا وعطاهم لازيل بوليتيك اونفا لازيل بوليتيك قعد وقع عامين ولا ثلاثه بلا افيك ان تيتر دو دوموند دازيل بوليتيك ومن بعد كي جات لازيل تيريتوريال شكون دار لازيل تيريتوريال؟ سي غراس ا مادموزيل امينه تويجين روح سير الانترنت امينه خذات لا بغي لا باغول على اسامبلي ناسيونال فرونسيز بنتك كيفاه؟ الله يبارك مادموزيل تويجين نعم خذات الكلمه في لاسامبلي ناسيونال ولات بقدرها عرضها ولات اون ستار سيتي اون ستار سيتي اون ستار ارتستيك ميتنون سي اون ستار اجوردي سي اون ستار سيانتيفيك فورني مسيو فورني لو بريزيدون لاسامبلي ناسيونال في ذاك الوقت هو اللي استدعاها والسي جمال راح مع بنته
فهمت، مشي وخذت الكلمه وتكلمت على المعاناه اللي الجزائريين يعانيوها وطلبت، قالت لهم بلي انا ماذا بيا، حنا الجزائريين ما جيناش ماشي خير اللي جابنا، علاش خليونا عايشين في هذه المشاكل. فذاك الوقت لا كونفونسيون دو جنيف ما كانتش التي مال انتربريتي بار لا فرنسا، كان مشكل تاعنا حنا الجزائريين ومشكل تاع اليوغوسلاف، بما انها ماهيش حرب ما بين كذا سيتي يسميوها شغل سي ان بروبليم انترن. من هذيك مسيو لا في هذاك الوقت المينيستر انتيريور، المينيستر انتيريور زوجته داير عربيه، هو اللي خذا موقف درنا سهلنا امورنا. هذه تكلم شويه سياسه، تحب نتكلم على الثقافه الان؟ نعم الثقافه. قلت لك من دارت المسرح كوميدي فرونسيز الافلام الى اخره، ومن بعد عليا هلا اوبتي بور لي زيتود، والحمد لله اليوم راهي ان غراند دام. عندي اون اوتر كليوباترا، سميتها كليوباترا ياسمين بنتي، ثاني كيف كيف دارت المسرح ممثله ثانيه، ممثله مليحه بارزه. اسمح لي نقطعك على مكمل، لاحظت بلي دموع قلبي تاعو لك، ادور نبدلوا الموضوع شويه باش ما خليوش الدموع، خليهم تما ما يهبطوش ما يهبطوش. كي تفكر الحقره هذه حقرونا ماشي غير انا، كل الجزائريين ان شاء الله. هذا الحراك هذايا، لهذا حبيت نسالك انا الحراك، هل شاركت في الحراك في فرنسا؟ ممكن توصف لنا شويه الحراك يا اخويا؟ نقول لك بزاف المحقورين في الحراك غير المحقورين اللي شاركوها، بصح الحراك هذا يعني وحد الجزائريين، رغم الناس اللي راهم يقولوا هذا سحب الفرشيطه وسحب كذا وسحب كذا، هذوك صعاليكا وما ما 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 نهبطوش المستوى. الشعب الجزائري اليوم راه موحد متوحد من الشرق للغرب كذا راه فرنسا، وخصوصا الفنانين الجزائريين، الفنانين الجزائريين اللي راهم في الغربه اللي مظلومين، بس كاين فنانين اللي كلاو. انا تلاقيت واحد، هذوك ما يشاركوش الحراك، ما يشاركوش ضد الحراك صدقني. تلاقيت واحد والله يا ربح صاحبي على كل حال، قال لي الحراك هذا هلكنا. قلت له واش كاش خدمه؟ قال لي ولا غير ميته. قال لهم هذو كانوا يعطيونا شي ضرار، هذا جماعه فهمت الحراك. شكون يروح الحراك؟ يروح الانسان اللي مظلوم واللي يحب الخير للبلاد. نو اذا كتب ربي ان شاء الله ناجح، بصح لازم ينجح بحكمه، بالحكمه، ما يلزمش الواحد يخلط ولا. باسكو دوك راح نقول كلام بالك ما يعجبهمش الشعب الجزائري، باسكو هذا الشعب اللي انجيرابل، الشعب الجزائري انجيرابل. يعني كي نخرجوا من الحراك ما فهمتش انا الحراك، الناس كاع 1 2 3 في لاجيري والى اخره، بصح كي يخرج حاجه اخرى، ما يحترمش الطبيعه، ما يحترمش الجار، ما يحتار الناس كاع تروح للمارشي يسرقوك الطاكسي، تحب تاخذ الطاكسي تقول له ديني من المكان الفلاني، يقول لك واش راكم في الجار؟ انا كرسى، يخدموا بالكرسى. ربي يكون مع الانسان اللي يحكم هذه البلاد، باسكو هذه البلاد ماهيش سهله باش سي با فاسيل دو جيري سو بوبل، سي ان بوبل مش عارف، ربما ال 20 سنه هما اللي هما السبب، 20 سنة تاع فوضى، هذه الفوضى هذه هي اللي خلات الجزائريين نفسي لحقنا هذيك. شوف في وقت الحشر دوك اي انسان جار يقول لك، يشوف جاره في مشكله يقول لك تختار راسي، سي با فاسيل دو جيري سو بيي، ماهيش سهل. اعزائي المشاهدين، فصل ونعود، لا تذهبوا بعيد. نعود من جديد مع جمال تويجين. سي جمال، قلت بان هذا الشعب انجيرابل، كيفاش تقول عن هذا الشعب هذه الكلمه وهو الذي نظم حراك لم يسبق له في العالم، 48 ولايه بانتظام، والعالم كله يشهد بان الجزائر الشعب الجزائري شعب منظم وشعب يعني غريبه بين كلامك شنو نقول فيها يعني مساعد. يعني دوك انا غلط ولا كيفاه؟ انا نعطيك دليل. شوف دبر الحراك هذايا، كما قال ولا يقولوا الموس الحق للعظم، الشعب الجزائري خلاص ما بقاش امل. لي جان اللي راح 27 سنه يقول لك نموت، روح البحر نموت ولا لا، هذه وحده هي اللي خلات الناس قاع تنوض، هذه وحده. ثانيا
هاد الضربة باش نقول لك ربانية، ما هيش إنسان اللي درعها، هذه ربي سبحانه عز وجل. كما شو نتفكر أنا كي كنت صغير نقرأ ود الحواج هذون، قل لك ربي سبحانه عز وجل خلق النملة، نملة نملة نمل، نهار جهلت النملة واش درها؟ درها جناح، عاد هي تطلع للعصفور يأكلها في السماء. الجزائر ثاني هذا هو الشيء اللي صار، اللي كانوا يحكموا فينا جهلوا 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 حتى وين ربي غمض لهم عينيهم. عصابة عصابة يعني. نعم جاب لهم ربي خلاص الشعب ميت وصح. شكون كان؟ أنا واحد من الناس كي نشوف هنا نقول سبحان الله العظيم، هذا راضي شعب راضي، مانيش عارف هذه يعني ربانية. دوك نرجع لك نقول لك انجراب ثاني لو باب لي تنجراب، كيف يرحم باباك دولة؟ الدولة شكون هي الدولة؟ هي الشعب. نعم ماشي الولي اللي لغر. هاي نخرجونا للشارع تشوف الزبل بارتو اللي صار شي درك داروا لهم العسل تاع القهوه هذاك تاع نعم جو طابل، هذاك جو طابل الدنيا كاع جو طابل. وي الناحيه هذه عندك الحق. شوف شفت كيفاش يقولوا لي بوبال، شوف ذاك الله يبارك الارض قرب تقدر تاكل في الارض نقدروا ناكلوا في الدار. نعم. اي دار. نعم تخرج الباب قدام الدار لا بوبال قدام الباب باسكو ماشي في داره. نعم صح ولا ماشي صح؟ نعم. الوالي ولا رئيس البلديه ماشي هو اللي ماشي هو اللي يجي يقول لهم حطوا لا بوبال في المكان المناسب. لا في هذا الجانب كارثه، في الجانب كارثه في كل شيء. نعم انجراب داروا لي تاكسي، داروا لي تاكسي باش الناس يتواساو. تحب تحكم تاكسي تقول له تحبس تاكسي تقول له من فضلك ديني باب عزون. انا ماشي طريقي انا راح البومرداس. يحب يديك البومرداس، تحب تروح باب عزون يديك البومرداس، هذه وحده. ولا تقول له شارك انت راك مع المدام تاعك ولا مع صديقك راكم في زوج عنديكم كرسه نكذب كارثه ما حقيقه دي كرسه. قولوا له قول لك يا ما نخدمش وانا حاسب روحي فاهم بارابور زوطر. حكم تاكسي قلت له يرحم والديك ديني لا غران بلاص يوم الحراك جوستومون. قال لي كرسه. قلت له كيفاش كرسه؟ قال لي كرسه. قلت له شحال؟ 170 من سوريكال لا غروبوس. لا غروبوس صدقني 170000. ما حبيتش نركب. حكمت واحد اخر كلونديستان. قلت له دينا 170 متفاهمين على خلاف هذه البلاد، شعب متفاهم على خلاها. الطاكسي تروح تروح للمارشي نهار الجمعه. انا مشيت نمشي هكذا نفوت نفوت قدام الجامع، الجامع الله يبارك سوهم الاف قبل بعد الصلاه تروح للمارشي يبيع الخضره يدير لك التفاح المليح من الفوق والفاسد من التحت. قول له اعطيني كيلو تفاح يعطيك من التحت. يا سي محمد انا طلبتك هذا ادي ولا خليه. انتم في فرنسا تخيروا كما تحب. بيجو تخير واش كارثه هذه كارثه كارثه هذه اللي جبد لك الخضره يجب لك. وراح يصلي نهار الجمعه وفي الصف الاول. نحكي لك سي جمال ندخلوا في نفس الموضوع نحكي لك حكايه يعني بالفعل الشعب هو اللي هلك بلاده. ماشي ما الدولة ليش دولة؟ الدولة حاولت تدير بزاف حوايج ولكن الشعب. نحكي لك وحده وزا اطون اتصور ثاني بصح دولة ثاني كاين ولاد فاميلا ما ينجحوش دولة هذوك. نعم ماشي نقول لك يضربوا ما نحبش ما نكره الدولة ما نحبها هكذا بصح ثاني في الدولة هذه ولاد فاميلا ما طلعوش. نعم. تخدم خدمة صحيحة ولا ما تفوت. نعم صح ولا ماشي صح؟ نعم نحكي لك حكاية. كان عندي واحد وليدي كان يخدم في واحد الفندق ما شاء الله استغفر الله أربعة نجوم. مرة وجدته هكذا يس قال لي بابا الخدمة في الفلوتيل هذاك ما كاش. قلت له كيفاه؟ قلت له أنا شو أنا نسمعوا بيه باللي راهو فيه الغاشي وفيه دائما كومبلي كيفاش؟ قال لي السرقة. قلت له مثلا قلت له واش أي سرقة؟ قال لي واحد يدير لومب ينحيها ويديها، واحد يدير لافابو، واحد يدير المغارف، واحد يدير الطباشه، واحد يدير الفرماج. قال لي مره اخرتها قالت لهم رقدوا. كيفاه؟ قال لك شفنا واحد خارج بالمونطو في الصيف هكذا يتقعر في الصيف راحوا الحراس اللي يجريو كيفاش لابس مونطو في الصيف كيف هذا؟ راح جابوه نحاولوا المونطو هذاك واش لقاو؟ ستك معلق من تحت لهنايا ستك ستك ربطو في الاخر ومخليش فيه يهرب فيه من لوطيل. ولهذا راح الموضوع يعني الشركات كذلك
كيفاش كل هاد الشركات هذا يدي مسمار هذا يدي بولون هذا يدي باب هذا يدي روضه هذا يدي كذا هذا يدي كذا وكل وكاع الشركات هلكم فوسهم في انفسهم ياسر هذه الشعبه وثاني الحكامه باسكو علاه ربح خويا انا قلت لك ونرجع للكلام ولاد فاميليا حاشا ما يستاهلش ما عندهمش ما يعطيهمش مسؤوليه علاه باسكو يديروا السراق حاميها حراميها حاميها حراميها باسكو ولاد فاميليا خدام سيريو ما يقبلش المستحيل دوك نرجع لك للشعب قلت لك الشعب كيفاش يقولوا انجراب سي ربح انت تخدم 8 ل 12 من 2 ل 6 هكذا نعم الناس كاع راهم يخدموا هكذا قليل جدا يبقى كاع عايشين في الحرام خالص على 8 سوايع تخدم 4 سوايع نعم في رمضان ما يخدموش كاع ويصوم انا غير ما كان يصوموا قول لهم ما كان تصوموا انت خالص باش تخدم 8 سوايع تخدم 8 سوايع هاك سارق في المدة الأخيرة كان يجلس معي واحد يقول الحياة ما نشعف أخينا ولا ماشي هو بدأ يتكلمني غير على الدين يتكلمني على الدين على الدين على الدين وبعد جاء الكنترول تاع البيس ولا ترولي ولا تاع المترو ما ماشي مخلص لا بعد أعطيت له قال له ما عنديش قلت له كيفاش انت الساعة انت تكلمني على الدين ودوك سرق الدولة قال لي لا لا كي تدير الدولة ماشي سرقة شوف كيفاش يفكروا يعتبروا باللي هذه تاع البايليك وانا بامكاني ما نخلصش وكذا وعلى بها راحت الفايت كل لا سي ربح صراحة انا ما نقدرش نقول لك الاخر مي لازم العصا لمن عصا صراحة مشي الطريق يديروا الطريق صحيحة اللي يمشي في الطريق خليه يمشي اللي ما يمشيش ترجع تاني للقصور انا ما جوست بور لا با لا ديكتاتور سي جمال بصفتك خدمت مده طويله في التلفزيون نعم كيف هو حال التلفزيون حاليا وزمان في ايام يعني راك تخلط فيا ولا كيف اش خلط فيك كيفاش اشرح كارثه كارثه والله غير كارثه ما انا هما يشوفوا فيا والله ما عندهم حتى علاقه بالتلفزيون علاه باسكو صحاب البيستون واحد جاب واحد ولا واحدة جابوها من سوفيتال واحد جابوها غذا واحد وليد فلان واحد وليد فلانة تلفزيون تلفزيون فيه غير حاشا بعض والباقي قاع تاع بيستون هذه واحدة ثانيا جاب لي ربي ثاني ماشي غير العمال السلطة باش يكسروا النيفو لو نيفو ارتستيك انتليكتوال في الجزائر راه في حالة يرثى لها فهمت تلفزيون راديو كيف كيف كاين بعض القريدات مثلا التلفزيون الجزائري واحد 400 ولا 500 عامل ما عندهمش مكان 17 15 يخدموا الباقي كاع على لاكونتين انا جيت قالوا لي طلعت ما باش نطلع نشوفهم باسكو غيرني غيرني حنا كنا نخدموا باطل كي نقول لك باطل باطل لا ويبعثونا الاماكن لهلا يشوفك فيها رحنا دوك راه لو ديرني توشي الاخر راه كي نقول لك الاخر يتوشي 8 ملايين في الشهر انتم يا اخي تصعب راك دير انا انا انتم انا كنت في وقتي كنت قرنت شي 2 ملايين و 2 ملايين و 500 ولا 400 بلي بريم نعم بي ار اي والبي ار سي ومع ذلك كان العام تاعكم واضح كنا احنا يا ابن عمي كنا نخدموا حنا كنا نخدموا نخدموا كل انتاج سينمائي اللي نتجت الجزائر وبقى خالد هو تاع زمان ما كان والو دوك راهم يدور كيفاش يقولوا مبارك دخل يا مبارك بحمارك ولا غير تدخل مباركة بحمر كيف راه عمام كل الناس كانت تبيع في بنان وتبيع في 15 وكذا لا غير ولا مخرجين ولا منتجين ما نذكرش اسمه ولا والله غير كان يبيع 15 يبيع الزيتون ونعرفوه تعرفوا واقع تعرفوا يشري الزيتون اللي حلو الاخرى هذيك ابن عمي ولا منتج اسي محمد وهذاك اللي قرا وعنده دكتوراه وعنده ليسونس ولا راه راه ضايع ولهذا التجاؤوا يجيبوا المخرجين وكاع يجيبوهم من تونس هذه ما فهمتش انا كيف هذه ولا الجزائر ما فيهاش مخرجين يا ربح انا عايش في الغربه ماشي باش نزخرك بفضل ربي سبحانه وتعالى جو فواياج بوكو انا مشيت المالي ماشي مالي تاع مالي فزيت مشيت للبلدان ثم يحترموا مول البلاد يحترموه رغم انا جزائري نحب نجيب لا تكنولوجي تاع الخارج نجيب فرنسي ولا انجليزي ولا ما نديروش هو المسؤول نديرو اسيستون هكذا راه نديرو فرنسا اي اجنبي كي يجي ما يديرش فيهم يدير اسيستون رياليزاتور ولا اسيستون تكنيك تو سا والفرنسي هو باش يتعلم المهنه حنا انا واش يديرو
يجيب لك تونسي سير راهم يخدموا بزاف مع تونس يجيب تونسي تونسي بعد ما يعطيكش لو ميتي نو سي دون با المهنه نعم المهنه ما تتمدش تتسرق باش تتعلم باش تتعلم نعم ما يوريلكش للاخر وانت وانا كيفاش كنا نتكلموا على ذاك الوزير هذيك حطمت المخرجين الجزائريين حطمت السينما الجزائريه السينما الجزائريه كلا سينما تيك الجيريان سيتي لون دي ميور سينماتيك دو فرون دو 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 موند اللي كان فيها بوجمع كراش بوجمع كراش هذايا الله يذكره بالخير ابا جات اول شخص اللي حوزته بوجمع كراش بعثته روتريت ما عجبهمش الحال ماذا هو اللي عجبوا الحال عجبوا اللي ما عجبوش الحال كيف كيف واللي كيفاش يقولوا يجيب له ربي بلا ما شي صح حوس يبحث انا ما نطقش مانيش نبي على كل حال ما نطقش على الهواء نطق الشيء اللي شفته نبدلو شي رسول جديد ايوه بسم الله ايوه جو واحد اخر ايوه قالوا لي باللي واحد المره ضربت واحد في البلاطو حكينا على الحكايه هذه كيف هيت مولود الله يذكره بالخير مش عارف هي سي ربح نعم انا كي كنت نخدم والله ماني زخلك انا كنت وبالمناسبه انا حضرت لك عده شير تذكر يا اخي كنت تجي نعم كنت تجي الحصه تاعك كنت حبه بزاف كنت شباب على كل حال كنت شباب في هذاك الوقت سبحان الله ثاني شير لا بس تبارك الله غير مزرد صدقني غير مزرد عايشك سير ربح انا نحترم المهنه تاعي ونحترم وجهي الوجه نتاعي نحترمه استاذ كنت كي ندير حصه ولا ندير حدا نعشق في روحي نحب روحي هذا يتمولد الله يذكره بالخير كان فنان صغير ما نحكي لك اللي كانوا يجوا عندي عاشوري هذا بخار صباح على كل هرب ولا شخصيه كبيره بخار عاشوري ولا خلاص وما زقالكش هذا بخار سكيلي علاش سكيلي باسكو يعرفني نعرفه هنا في الجزائر الجزائر نتاعنا سبحان الله العظيم كي تعرف واحد مثلا انا نعرفك وانت تعرفني منين جيت واش كنت ماذا بك ما تجيش تلقى بيا اعوذ بالله ايه قال لك اللي نعرف باباه ما يخوفني ولده انا الفن هذا الفن هذا الفن هذا دوك انا عندي 40 سنه في العالم هذا حقروني صح الله يبارك حقروني بصح جو ريفيان نقول لك ما زلت واقف متوقف عليه متوقف عليه صح انا منحقر بصح انا عندي 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 كنوز جو مسيو ريانكارني دون ميز انفون خلاص انا ميت مانيش موجود بصح انا نطبع في ولادي ولا انفان ماذا بيا نتبع ولاد الشعب نعم الحمد لله عايش مليح ناكل مليح نشرب مليح نسافر نرجعوا لداخل نرجع الوقت ما يكفيش ايت مولود هذا كان يجي سي جمال سي جمال سي جمال سي جمال كل مره مسكين يحب يجوز في التلفزيون يحب التلفزيون مره قلت باسكو علاه في هذاك الوقت القبائليه سيتي ان بو قبائليه في التلفزيون شويه في هذاك الوقت على بالك هذا بيان سور ممنوع ولا كيف ماشي ممنوع مي حنا نديروا لوتو سونسور هذه لوتو سونسور مش عارف كيفاش اسمها بالعربيه سي ربح حنا نديرو لا سونسور نعم قول مثلا نضرب القبيليه بالك ما يحبوش بالك كذا بالك يفهموا هذا الشيء انا كنت واحد الوقت ما نحبش نقول بلي انا اصلا امازيغي نخاف والله انا لهالدرجه كنت مينيسيور كنا نخاف ونقولوا حنا ايه بالمناسبه انا حكى لي واحد نعرفه شخصيا ايه؟ نعرفه رجل كبير قال لي كنا جيت طونطونفيل لا براس لوبيرا كانوا يتكلموا بالامازيغيه جاوا جوج رفضوهم في 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 عهد بومدير يتهموك يتهموك رفضوهم على اساس انهم يتكلموا بالامازيغيه لا حول ولا قوه الا بالله والله العظيم انا بداوني عشان الامازيغيه ماشي على الامازيغيه انا كنت فريكونتي لابراس دو لوبيرا هذه لابراس دو لوبيرا كاين طونطونفيل وكاين لابراسري نعم لابراسري كان يجور فيها مع طبلو الناس بن محمد جماعه تاع الامازيغيين نعم الامازيغيين انا الجروه كما يقول مع قبيليه ما نبرش بها وندور بهم مره مره خطفوني باش يسالوني ما ربح صدقني احترام كامل داوني دخلوا جيز كما ذاك تاع لي زوفيسيي ذاك خلاص ماهوش تاعهم داو ندخل بيرو حديد كذا الاخر سي جمال القصه نتاع الدر ما راحش تجي تفضل يعني كنا نحشمو ونخافو نحشمو سيرتو قبايلي بونو بونو كما قال الاخر حاسبين رحنا خرجنا ما هذا يتمولد هذا قال لي سي جمال سي جمال قلت والله غنجيبو جبتو الحصه وما صار بنا والي شكون بنا هادي بنا هادي مسكود الله يذكره بالخير ونصر الدين تلقى كانوا علاه علاش نرجع لك قلت لك نخدم على شغل ماريكان
عندي حصه نجيب لي كو انيماتور كون يعني دوك مثلا انا وياك كون واحد معك ولا حاجه تكون احسن كون زوج ولا ثلاثه ونديروا حصص ضحك نجيبوا انا بزاف اللي اكتشفتهم كما ثلاثي الامجاد كما ميم عاشوري في هذاك الوقت ما كانش معروف عاشوري بوحارس يجيو يديروا دي بلي سكاتش كذا راه جبت هذا عاشور اسمه ايتمولود جوزتو دو يهضروا قال لي دوك انت يرحم باباك انت انيماتور قلت له واش يخصك سي ربع نعم قال لي انت انيماتور قلت له واش يخصك قلت له الله يبارك شباب لا وي لا 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 قلت له شباب شوف الله يربي حطها نعرف نهضر لا تعرف يهضر واش يخصني ونعرف ناكل نعرف ناكل بالفرشيطه ما ناكلش بيديه يا ربي واش شفنا في هذه البلاد قلت له واش يخصني قال لي بصح خصاتك التربيه يا طب ليه خصاتك التربيه اخا ونصر الدين ملي قال هذه كبيره قلت واش قال ما فهمتش مليح انا بالي فهمت طب ليه قال لي راه يقول لك نمشي نضرب النوض اسمع ما تلعبليش بالراحه انا قلت شوف ربح والله العظيم ما كاش انسان طيب ومخلص كيما انا بصح على ماشي على هذا صدر ما تمثلش شرفي جيبك كبر بيك وتقول لي دوك نوريها لكم يا امي هي هنا نعم انا من اجل امي الدنيا نبيعها يما كيما يقولوا تهجلت 40 سنه في عمرها الجنه تتحقد من الامهات فهمت يما عشت لي وكبرتني وسفتني ويجي واحد كيما نحترم على هو على كوان بنيه داروا لي جيت تقول لي ماكش مربي واش بقى ما بقاتش معيشه بعد بحال هذا ضربت ضربة قوية كنت صحيح في هذا الوقت همزة صحيح ضربت وطاح ما كنتش وحدي احنا كنا من اوني تي لي برومي فيكتيم وصورت الكاميرا كي ضربته وكاع صورت كل شيء ونحاوها وجاز نحاوها نحاوها كاين حنان مزعوق الله يذكرها بالخير جو سي با سكيل دو فيان حنان مزعوق هذا داروا له الضربة هذه كانوا عسكري قدامنا نحات له كلاش قال دخلت عليه شكون كان كنا من الاولين تاع لي مي درك كاميرا كاشي شدي السينما وداير مفبركة كاين بعض الكاميرات ما عارفين يتفاهموا ويقول لك دار واحد ودير لك وسيلك وهي كاع السينما كيما الفن نتاعنا يا با دار رحت لاسوسياسيون لوميير هذيك لقيتهم قاعدين تما كيلي تما نتاع نحييهم على كل حال ما كان والو ان شاء الله هذا الوزير انا ما نعرفهاش نسمع عليه يقولوا بلي ناس ملاح صدر فنانه اوفيرت باسكو مينيستر فو دو كي سوا اوفير او كولتور لازم يكون متفتح للثقافات العالميه ان شاء الله الحراك هذا يجيب نتيجه سي جمال نسينا واحد الاخر ما تكلمناش عليها القصه نهار رحت تطلب الولي على سكن نهار كنت في ازمه غادي نسيناها والله هذه قصه واقعيه انا تجار كان يعرفني ربما اذا شفت التلفزيون يعرف بلي دوك ولو تغيرت شويه الملامح تاعي ما تغيرش شويه كبرت شويه كبرت يعرفني بوكوس وكذا نوفلتي وفاه اماكن يعرفني قلت يا وكنت مناضل انا مناضل في كيفاش نقولوا في لاجي اف ان انا صحاب بزاف صحابي وزاره عبد القادر الخبري كذا بزاف كاع طلعوا في المتحف الوطني ايه كنت مناضل في كيفاش نقولوا في لاجي اف ان كنت عندي مسؤوليه نعم جيت سبت جان برا ما يعرفوني يعرف نعم ونعرف مسؤولين عمري ما دوك لاجي اف ان راه في حاله يائسه عمري ما ضربت بروسه كذا باسكو كنت نامن باللي الجزائر ولادها يرفدوها كنت نامن باللي الجزائر ولادها والانسان اللي كيخدم بإخلاص يطلع فاذا به ماهيش العكس انا خدموا بها تلاقيت واحد حبيب الله يرحمه مات مسكين سي علي ميموني قلت له سي علي كيفاش رحمه قلت له من 14 سنه هما يلعبوا بيا كدرت الكشافه درت لاشي فلا درت لي ان جي وكذا الاخر يعني ما خسرش فيها علاش قال لي تعرف اش قال لي قال لي شوف يا سي جمال قال لي ميليتون هذه جو لو دي لي ميليتون مساكن اللي بالك يلعبوها لكم قال لي ميليتون سي كوم ان غابو الرابو هذاك تاع اللي يديروا بالك نعم نعم قال لي ندير يكون في لاكاس نحطوه في كاس نجبدوه
نخدموا بها اللوحه نسقموها بيان وبعد اون ا بلو بيزون دو سيت دو سيت بلونش خدمناها نعاودو نحطوها في لا كيس اوتي سي سي ان تري بيل اكزامبل هذه يعني مثل مليح المناضلين المخلصين نص كبير باتوا في ميزان جاب خلينا راك خشت لا 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 غنقولها انا خشت لا لا ماشي انا باسكو على مشكل انا في الحراك روح او هضره دوك مسموحه هضره واش حبيت يعطيك الصحه المناضلين المخلصين والله واحد نفت هذا جميعي هذا ولا مش عمري ما سمعت به انا هذا تاع مجلس تاع الافل تاع الافل والله ما سمعت به هكذا واسمو جمال ولد العباس نعرفو ما كاش انسان متكبر كما هو باسكو انا كنت شبيبا نعرفو نعم كثير كذا جبدوهم ولا وزارة وداروا كذا على باسكو الناس المخلصين نحاهم نحاو الناس اللي قتلوه قتلوه واللي حاوزوه حاوزوه واللي هنا كيفاش يقولوا يطيح له بقدره قال لك نطيح له بقدره انا ما يطيحوليش قدري شفت باللي ما عنديش مكان في البلاد هذه ما عنديش مكان في البلاد مشيت جو بريفير نتحقر يحقرني اجنبي ما يحقرني جزائري نعود الى طلب السكن سيتاسي قلت لك لا حسبت روحي قافز والله غير صح كما نقول لكم نط بكري وقلع 6 تاع الصباح قلت هذا جا باسكو على بالك نحب نشوف جيال يعني ما حبوش يخلوني نشوفه قلت هذا انتم قافزين والله غنديرها تخبيت لحقت جو قلع 7 ونص باش تشوف جيال ايه قلت غير يدخل نصدم عليه يعرفني بصح كيعرف يقول سي الهاشمي سي الهاشمي يقول لهم خليه ترانكي راه نشوفه باسكو لا وعدني تلاقيته مرة وعدك بسكن وعدني بسكن قال لي خلي مد الملف تاعك الواحد اسمه علي طويل نقول الاسم كان شاف دو كابيني تاعو رئيس الديوان تاع جيار قال لي اعطيه ملف ان شاء الله باسكو حكي انا كنت محتاج ماشي مع الاخر كنت محتاج الى سكن قال لي اعطيه الملف يا با بروبليم نروح عليه شاك فوا ما نشوف ماهوش انا ورينا ما كاينش منها صرا هكذا قلت لهم انا جوفي مادريسي او بون ديو نتصل كما يقولوا فو ميو تادريسي او بون ديو كاسي سا نروح ديريكت نروح للعنصر قعدت مخبي هكذايا نستنى حتى نشوف جاب الجولف الجولف هذيك ضرب قريب 80 الور و 100 الور الحق هكذا حبس وانا جيت باش نصدم قدام الولايه قدام الولايه قدام نعم في الكواك جيت نصدم كان شويه البرد شويه كنت لابس فيستا ومخبي هكذا وبعد غير جا باش نصدم واش صار لي هذاك البوطو حكم لي فيستا ما عبش يا اخي ما عبش سلاحه يا لطيف يا لطيف قلت لنا البو انا عارف والله ما راح نشوفه عاود طلع بس شتو يعني باش شوف ما كتبش باسكو كان شتو في هذاك اليوم والله عليها تنسى باسكو عطاه لهم انا شتا عطاه ساكن وانا كنت من الاولين نعم فهمت ما كتبش ربي يعني ما عندي زهر في هذا البلاد ما عندي زهر ما عندي زهر زهر ما كانش ولاش زهر ولاش زايد الحقره زايد مش عارف ما عنديش خاوتي ما عنديش جهويه انا والله عمري درت جهويه يقول لك مثلا من سطيف ولا من قسنطينه ولا من عنبه نكره انا غير نحس بالانسان جهوي نجبد روحه ولو كان دوك يولي لك مكان هنا في الجزائر مثلا نعم هل مستعد باش تعود الجزائر ممكن يكون لك مكان يعني ما شكيش ممكن تجد عمل جديد في التلفزيون او في تلفزيون خاص في هذه اذا وجدت في هذه الحاله هل ممكن باش ترجع؟ يا سي ربح انا عندي 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 حصص اقترحت حصه للتلفزيون الجزائري الحصه ايه ما كملتلكش انا كانت عندي من الحصص تاعي كانت عندي همزه وصل شفالها ربح همزه شكون معك جزائري كاع يعرف همزه نعم كي رحت هربت وحوزوني وقتلوا لي خاوتي لا هربت جا واحد واش دار تعرف واش دار في هذا البلد كانت اسمها همزه توس اسمها تريد يونيون بدل غير عرب رحت باش لي دروا دوتور رحت لهم قلت لهم كيفاش مشيت للتلفزيون قلت لهم كيفاش انا مخي فكرت وكذا ودرت والحصه معروفه لا كيفاش الانسان قالوا الحصه ماشي تاعك يا سي محمد تعمل ماشي تاعك باسكو لعبوها لي في الكونترا نهار درت الكونترا ما قريتش كي تسيني الكونترا نعم الكونترا كاين دي شوز مخبيين نعم مانيش عارف كيش داروا نحاول والله عمري عطوني فرك على الدرو دوتور با با با
يعني في هذه الحاله لا يمكنك ان تعود. وقلتها للرئيس لي دروا دوتور باسكو اجتمعنا خطرة في باريس في كاباري سوفاج وكان لومباسادور تما كان السفير تما فرحت قلبي يا فرحت قلبي قلت قال لي واش تحب قال لي الماضي ماضي بصح انا دوك في عمري قرب 60 سنه سي محمد الشباب ما راحش يعود ابدا ابدا يعني هكذا كاين الناس يكتبوا كتب انت تكتب كتاب 30 سنه وانت تكتب فيه ربما يجي واحد ينحي غير الورقه الاولى ولا كاين المقدمه نتاعك ويدير اسمه نعم نعم كاين يعني وصلت يعني فوضى هذه الفوضى اللي خلات الحراك ينجح انا والله يا سي ربح كل حد نمشي للحراك واش ماشي غير انا ميم ولادي جي زوبليج لا باسكو سيرتو فتاه كبروا في فرنسا ما يعرفوش الجزائر نديهم باش يشوفوا خاوتهم حرمونا من الجزائر ربع حرمونا حاوزونا من البلاد وحرمونا ما عنديش فلوس هنا راني ضيف ما عنديش دار في البلاد هذه الدار اللي كنت نسكن فيها قفلوا خاوتي فيها ما قدرتش ندخل فيها وصغيره ما نقدرش نروح لهذيك الدار ما عنديش دار تروح تشري دار يقول لك ملي يروح 500 مستحيل في هذا في هذا الوقت يعني بالك ربما الناس لا يحكموا في البلاد هذه ان شاء الله واللي راح يحكموا البلاد ولكن في الاولى قلت انجيرابل لا لا انجيرابل قزول لا انجيرابل انا ننصح ولا حبوا نجي انا مينيست دو كلكو شوز نجي نتاع قزول امشي خذ طريق عليهم دير لهم تراتيل لازم نديروا قواعد رابح خويا لازم قاعده الشعب كيشوف ماشي من الحقرة سي جمال للاسف لما يبقالنا الوقت باش ما نكملوش البلاد هذه لازم لين ايديتوريال نظيفه هاي او الحلال او الحرام اللي يمشي للحلال الله يعاونه يزيدوا له واللي يمشي للحرام نعطيه بالقزول بصح هذيك تاع ما بينه وبين هذا وليد جنرال وهذا وليد كولونيل وهذا نسيب مول الباش وكذا نو يعني في دقيقه سي جمال للاسف اسف يا لا غلط واش عليه سي باغراف كيف يعني الان الحراك اسبوعيا وقيد الارقام اسبوعيا في خطاب ولكن ما كاش نقطه مشتركه بين هؤلاء كيف ترى الحل المستقبل يعني يا ودي نقول لك حاجه ولا غير فايفار الحل يكون ان شاء الله الحل يكون هو على كل هذا في البوكس نرجع لك الشغل فلاح في البوكس هذا يضرب هذا يضرب ضرب بزاف على فان لاربيتي ياخذ اون ديسيزيون فهمت لا لا بوكسي وهذا بوكسي يعني رياضه البوليتيك سي سبور سبور هذه واحد ما قالها يا جمال سياسة بوكس بوكسي انت بوكسي منا وانا بوكسي منا وبعد على فين يجي الاربيت يحبس الاخر ان شاء الله برك ما تكونش فوضى انا خايف من الفوضى صراحه وانا نظن باللي الشعب الجزائري ما يوليش الفوضى لا بروف انا نعرف ناس داخو في الغربه وحقا باش نقول لك ماشي غير في فرنسا انا مشيت للاخر درت حراك في لندرا والله يا مينا قلت لها واش غدي تشوفها هناك ما تمشي معايا لندن مشات وعيطت وفهمت سي نافير دو تو الموند هذه قضيه قضيه شعب نعم والشعب لازم يتنظم كل واحد في الحي مثلا انا صراحه كون جيت انا والله مرات نقول يا ريت كون راني مثلا ولي درجي سقمي ما على بالك ما كاش تروطوار في الجزائر رصيف غير موجود لي باركينغ غير موجودين طوبيل واحد يحط منا واحد يحط منا فوضى كبيرة فوضى فوضى عارمة العاصمة حاشك بوبال على الزوج مازال بوبال في الشارع فري ديزلي بن مهيدي سي جمال نعم. كما قلت الان بوكسور وماضي شي يجي الحاكم يفصل يما خطاح ويما طار المهم من يفصل في رايك؟ الحاكم من هو الحاكم؟ الحاكم هو العقال يفصل بين الملاك لا شوف نقول لك حاجه سي ربح نعم عندك دائما كي يكونوا زوج مدوسين عقاله نعم كي يكونوا زوج عقال مدوسين هذا انت وهذا السيد بوكسيو نعم ويجي واحد عاقل حكيم نوكلوه نقولوا له يا سي فلان
حنا ماش متفاهمين هذا الكاس، واحد يقول تاي واحد يقول ويسكي. نعم شو عند الله نعم. آه يقول هذا ويسكي، يجي الحاكم يخزر فيه هذا آه نعم هذا تاي يا اخي راكم قابلين في زوج بلي انا نحكم هكذا الشيء. دوك رامي بوكسيو عمي بوكسيو بصح يجي نهار وين انسان يحكم الصفاره يقول لهم حبسوا، ربما قايد صالح، ربما واحد اخر، ربما وانا نظن بلي قايد صالح ماهوش وحده، هو كاين جماعه موراه معاه. نعم وهذا الجماعه اللي يحبوا البلاد، شكون ما يحبش الجزائر؟ نعم كنا نحبوا الجزائر، كل واحد يحبها بطريقته. فوالا الى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم، شكرا والى اللقاء والى فرصه اخرى. صاحبي اعطيك الصحه. الى عاد صاحبك مليح باش ايما انت الكنز تاعي. كميني كنز الكنز كما هذا الكنز تريزور تاعي، انت تريزور تاعي. وهذاك صاحبي ثاني، هذاك اللي يدير في الكاميرا ها وين ها هنا ساكن. ديري له هكذا يا ثم امي لحد اخر يوم في عمري، حبي من اول حياتي وهم وهم. We'll be right back.